عندك مثلا برضو الملف الثاني ملف الصحه، واخد بال حضرتك احنا طبعا لازم بنهتم، لان هو التعليم والصحه الاثنين دول اهم ملفين على مكتب اي محافظ يعني. ملف الصحه موضوع مهم جدا، دايما احنا على زيارات متتاليه بالنسبه للمستشفيات. احنا عندنا في الفيوم في 9 مستشفيات وفي 3 مستشفيات نوعي، حميات وصدر ورمد عندنا، وحميات وصدر ورمد، وعندك مستشفى مركزي، وعندك في كل مدينة في مستشفى عام، وعندك في كل مدينة في مستشفى، عندك مستشفى التأمين الصحي، عندك مستشفى جامعي، واخد بال حضرتك. شفت زيارات لحضرتك وتقريبا كل ده مهمة جدا. انا يعني النهارده مثلا انا كنت في احد القرى النهارده في مدينة أبشواي، كان من ضمن الزيارات المهمة جدا ليا ان انا لازم اروح الوحدة الصحية وابص عليها واقابل الدكاترة، اقابل طاقم التمريض اللي موجود، اتأكد ان المستلزمات الطبية موجودة في كل وحدة. تقريبا الحمد لله تعالى احنا عندنا وحدات صحية مغطية معظم القرى، المستشفيات عندنا بدرجة كويسة، في مستشفى جديدة بتتبني في مدينة ديمو، دي هتبقى مستشفى عام، هتستوعب حاجة كتيرة جدا. ده بنتكلم مثلا في مستشفى تكلفتها المبدئية 450 ألف مليون جنيه مصري، 450 مليون جنيه مصري، وبدأ العمل بالفعل في عظيم. المستشفى. خليني أضيف لك ملف تاني الحقيقة أشهد ليه، معرفش يمكن بحكم الخلفية الأمنية، لكن ضبط الشارع الفيومي وضبط الجريمة. طبعا بنحيي طبعا الشرطة ومديرية الأمن الفيوم، لكن مش عارف يمكن في تجانس أو بحكم بقى الأقدمية بحكم حاجات كتيرة، بس يعني الملاحظ أن هناك حالة من الضبط وفي يعني تراجع لمعدل الجريمة في الشارع الفيومي. ده زي ما حضرتك أشرت بفضل من الله سبحانه وتعالى. اولا انا بشكر وزاره الداخليه، بشكر السيد وزير الداخليه، حقيقي الناس عندنا هناك في مديريه امن الفيوم عاملين جهد كويس جدا جدا. مش عايز اقول لحضرتك انا اول امبارح كنا في لقاء مع مدير الامن.